كشفت مصادر عسكرية عن استنفار أمني للجيش والحشد الشعبي بالتنسيق مع البيشمركة لإحباط هجمات محتملة لتنظيم داعش الإرهابي بين أطراف خنقين في ديالا وكرار في إقليم كردستان. وأكدت المصادر تعزيز انتشار قطاعات الجيش في أطراف خنقين وتكثيف دوريات الرصد لمواجهة أي طارئ أمني، مبينة أن البيشمركة لديها معلومات تفيد بوجود مخططات إرهابية من داعش لشن هجمات بين خانقين وكلر، مشيرة إلى أن القوات الأمنية على أهبة الاستعداد لردع أي مخطط أو تعرض إرهابي.